جديدة مع الفنانة رجاء قصبني. وعلى عيني يا حبة عيني. نحب أنه كل الناس يكون فرحانين وداك الشيء علاش حنا فنانين، باش نجلبوا الفرحة لقلوب الناس. العمل اللي درت مع رجاء بن مليح كان صدمة، فرحات به بداك الوقت ولكن ما فرحاتش بالجمهور ديالها كيسمعوه. لكن كلامنا حيزيد غرامنا ويحس بيه اللي راح من عمري راح راح راح. رجاء تعلمت الغناء في الهدية. ناري جبتها في راسي هذه الأخرى ليا يشرق المسفرين مع تغريدة مساء السبت على الأولى.